طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دكتور محمود غني عن التعريف زميلنا، ودلوقتي معار في جامعة بيروت العربية ورئيس قسم العلوم البيولوجية هناك. بنشكره كتير على الوقت يعني ده، ويا ريت هنعمل ميوت بقى خالص للصوت على أساس بعد البرزنتيشن هندي بقى وقت للأسئلة. أوكي، اتفضل يا دكتور. والله أنا حابب بس أشكر دكتورة أمينة ودكتور أشرف على الدعوة الكريمة دي، ويمكن دي من الحاجات الكويسة جدا، ودي حاجة جميلة إن تبقى موجودة في الجامعة عندنا، لأن أنا كنت متعود كده سواء كنت في إنجلترا أيام ما كنت في إنجلترا أو في أمريكا، إن دايما على الأقل في كل شهر بيبقى عندنا حاجة زي الـ development academic development عشان تصقل من العضو هيئة التدريس. وما حسيتش بالكلام دوت إلا بعد ما بدأت أشتغل لوحدي بعد الدكتوراه، وحسيت كان قد ايه الدورات اللي هي كنت باخدها سواء كنت في انجلترا او امريكا، لما تاخدها باهتمام هتفرق معاك قوي، وهتخليك دايما يعني one or two step ahead من الناس اللي حواليك اللي هم البيرز، يعني اللي في نفس سنك يعني. فهي النقطة، فانا حابب ان الموضوع ده يا ريت يا دكتورة أمينة يتكرر اكتر من مرة ومع اكتر من شخصية، وكل واحد يحاول ينقل الخبرة دي بتاعته، وبالذات للأسيستنت ستاف ودكتور أشرف طبعا معانا. طيب، المحاضرة النهاردة أنا حبيت السيشن الأولاني ده، أنا حبيت توبيك مهم جدا هيفيد قطاع عريض من الناس اللي بتشتغل في الريسيرش كلها، وحبيت إن أنا أسمي العنوان بتاعه How to fish for a novel research questions، عشان تقدر تعمل الكلام ده تصطاد أي نقطة تكون حديثة، أو لازم تبقى عندك خلفية إن أنت إن هي محدش اشتغل عليها قبل كده، بدل ما يتم صرف resources وchemicals ووقت ومجهود وتعب وأعصاب، وفي الآخر يقابلك صعوبة جدا إن أنت يا إما تنشر البحث يا إما الكواليتي بتاعت الداتا اللي عندك ما تكونش كويس. فبالتالي التول المهمة اللي بتستخدم في معظم الريسيرش هي تول البابميد، وناس مش متخيلة حجم التول بتاعت البابميد قد ايه بتخدم الباحث لو هو عارف هو عايز ايه، ولو عارف هو مكانه فين من البحث في النقطة اللي هو هيشتغل عليها. البابميد تول رائع جدا جدا جدا، واللي هنتكلم عليه النهاردة التوبكس اللي هنتكلم عليها النهاردة، هناخد الاول PubMed Overview، بعد كده هنتكلم حاجة من المهمة عشان تبدأ تستخدم او تاخد كل الادفانتجز او كل الكابابيلتيز بتاعت البابميد. مهم قوي ان انت تعمل اكونت على البابميد، وده سهل. بعد كده بنتكلم على بيزك سيرش باي كي ووردز، اللي معظمنا بنعملهم بنحط الكي وورد او الكلمه الكلام المفتاحيه الكي ووردز عشان نبدا ندور، وده بيزك سيرش، ده ليفل اللي هو البيزك سيرش، ومش ده الايم بتاع المحاضره بتاعنا. الايم بتاع المحاضره ان احنا نعمل ادفانس سيرش. وبعد كده هنتكلم على تيرم ممكن بعضنا ما يكونش عنده خلفية عنه، اللي هو اسمه controlled vocabulary، أو بنقول عليه أو المصطلح بتاعه اللي بيتقال تبع البابميد اسمه mesh terms. بعد كده هنتكلم على some of features and filtering tools بتاعت البابميد، وهتورينا التول دي ازاي versatile قوي وتقدر تستخدمها بطرق مختلفة جدا ان انت تقدر توصل للهدف بتاعك. بعد كده هنبدأ ندور على on topic articles، وهناخد examples وهناخد مواضيع نبص عليها ونشوف اقدر ازاي اعمل pinpoint للarticles في النقطة اللي انا عايز اعمل فيها research. بعد كده بقى، وده اهم حاجة وده يمكن نص المحاضرة، topic المهم جدا اللي هو robust search او advanced search، وازاي اقدر العب فيه عشان اقدر اوصل لنتيجة ممتازة. اخر جزء من المحاضره بنتكلم بعد ما بنعمل الكلام ده، الباب ميت بيديك بيتيح لك لو انت طبعا عامل اكونت فيه، بيتيح لك ان انت تعمل كرييتنج لاعدس وسيفنج، وهنكتشف ان دي من الحاجات الرائعه جدا اللي بتوفر عليك وعلى طلبتك لو استاذ لو اكاديميك انستراكتور، او بتوفر عليهم ازاي هم ابديتد بالحاجات الجديده اللي بتطلع في الريسيرش اب تو ديت على طول، ومش محتاج كل مرة يخش يدور عليها وكل الكلام ده كله. لو جينا اتكلمنا على الباب ميد لازم نبقى فاهمين ان هو فري سيرش انجن، ده يعني ببلاش، وده نشأ اكتر يمكن اكترنا سمع عن مصطلح كتير قوي اسمه ميد لاين، زمان كان بيتقال عليه يمكن الدكاترة من قبل سنة 97 كان يقول لك انا اروح هجيب ميد لاين من المكتبة الرقمية او مكتبة او معهد البحوث الطبية او وات ايفر، واصل الباب ميد طلع من الميد لاين داتابيز، لان الميد لاين اصلا هو عباره عن ريفرنسز لكل الارتكلز والابستراكت لللايف ساينسز والبايوميديكال توبكس.
الميد لاين طبعا زي ما هي واضح اختصار لميديكال ليتريتشر اناليسيس اند ريتريفال سيستم اون لاينز، وده زي بيبلوغرافي داتابيز موجود فيه كل الارتكلز بتاعت الاكاديميك جورنالز في اللايف ساينسز والبايوميديكال انفورميشن. جم الناشونال لايبرري اوف ميديسين او المكتبه القوميه بتاعت الطب في امريكا عملت جمعت كل الكلام ده وهي اللي دخلته جوه الميد لاين. الميد لاين ده فريلي افيلبل، ده فري خالص، لكن انت ما تقدرش اي باحث يقدر يعمل سيرش في الميد لاين. هو بيستخدم التول اللي هي الباب ميد عشان يعمل سيرش جوه الميد لاين. طب ايه اللي ربط الميد لاين بالباب ميد؟ اللي ربطه هو حاجه اسمها NCBI اللي هو الناشونال سنتر فور بايوتكنولوجي اند انفورميشن في امريكا، وده تبع اليو اس ناشونال لايبرري اوف ميديسين اللي تبع في الاصل منظمه اللي هي الانستيتيوت اوف هيلث بتاع امريكا الناشونال NIH. من المعروف ان من سنة 71 لسنة 97 كان الاونلاين داتابيز، او انت عايز تجيب بقى الناس اللي اشتغلوا على نقطة البحث بتاعك بتجيبها من الميد لاين، لكن ما تقدرش تجيبها عبر الانترنت لانه ما كانش افيلبل زي دلوقتي ولا كانت الانفراستراكشر تسمح بالكلام دوت. فكنت بتروح لمكتبة، اي مكتبة يونيفرسيتي لايبرري، تقول لهم الكيوردز بتاعتك وهم يدوك البيبرز والارتكلز اللي طلعت في هذه الكيوردز. جينا الباب ميد بدأ أول ظهوره في سنة 1996، وده بقى عمل ثورة رهيبة جداً إن ما خلاش الموضوع برايفت على المكاتب بتاعت الجامعات، لا ده خلاها فري، ممكن من مكتبك أو من بيتك تقدر تعمل ميد لاين سيرش، لأنه أتاح لك أنت تعمل سيرش جوه الميد لاين اللي بعد كده كنت بتاخده لما بتروح مكتبة قبل 97، كنت بتروح مكتبة يديك ورقة فيها كلام كتير جداً 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 وبيبقى متعب في التناول. يعني انا افتكر مثلا وانا كنت بعمل الماجستير بتاعي وده كان اراوند سنه 98 او 99، انا افتكر ان انا لفيت مثلا على 10 جامعات ما بين القاهره واسكندريه وطنطا ومش عارف الاسماعيليه، رحت المكاتب عشان وافتح مجله مجله عشان اقدر اعرف النقط اللي كانت شغاله في البحث بتاعي وطبعتها ورحت جاي مصورها. نيجي نقول ان الباب ميد سيستم ده بدا يعرض للناس فري تو ذا بابليك من اول جون 97. دلوقتي باب ميد في ايه؟ في حوالي 33 مليون سايتيشن فور ميديكال ليتريتشر، طبعا زي ما اتفقنا بيجي لهم من الميد لاين، في داخل اللايف ساينس جورنالز وانلاين بوكس. لما نقول 33 مليون سايتيشن ده معناها ان 33 مليون ارتكلز بقى وبوكس وحاجات كده. في اخر 10 سنين وصل المعدل ان في كل سنه تقريبا 1 مليون ريكورد بيخش تقدر البابمنت تدور عليه. من لما حسبوا حسبه كده على كل البيبرز اللي موجوده في البابمنت لقوا حوالي 12% من الريكوردز اللي موجوده في البابمنت كلها كانسر ريليتد انتريز. طب ليه البابمنت مهم جدا؟ اوكي، طب ايه الباب ميد؟ ليه احنا عايزين نستعمله او ليه عايزين نعرف او تو اكسبلويت ايه اقصى امكانياته؟ لان كميه الاستفاده منه رهيبه جدا لو قدرت تفهمها. وخلينا نقول ان المحاضره اللي بقولها دي بتوري جزء من امكانيات الباب ميد. الباب ميد عشان تحكي عنه انت عايز محاضرات كامله. فالباب ميد ليه مهم؟ اكيد عشان ادور على الارتكلز اللي هي هاي كواليتي، اكيد عشان اجاوب اي سؤال علمي انا محتاج الاجابه بتاعته او ادور في ناس اشتغلت عليه قبل كده ولا لا، اكيد عشان اقدر ادور على الليتريتشر اللي اتنشرت في شغلي او مع مجموعه بحثيه مناظره ليا شايف هم شغالين على ايه، اكيد عشان اعمل ان ديبس ريفيو. وهنفهم دلوقتي يعني ايه مصطلحين مهمين جدا ما بين ريفيو وسيستماتيك ريفيو. خلينا نقول مبدئيا احنا زي ما بنقول اول topic عندنا how to create a PubMed account easily. الموضوع بسيط جدا، بتخش على صفحة الجوجل account فهتلاقي عندك كلمة login فوق، انت مالكش login، بتبدأ ايه هتدوس عليها كده login. لحظة دكتور، بتدوس عليها بتطلع لك الصفحة اللي قدامك دي. انت ما عندكش لسه يوزر نيم، عادة بيقول عليه NCBI يوزر نيم، ما عندكش يوزر نيم وباسورد، فبتبدأ عايز تعمل اكاونت. في منتهى البساطة حضرتك بتدوس على forget login info فبتجي لك الصفحة دي.
خلاص ما تتخضش من الرساله اللي طلعت فوق دي، لان كان زمان اللي ساره اللي هي بتقول لوجن ابديت وورنينج، لان كان زمان طريقه ريجستريشن على موقع الباب ميد مختلف، فالناس دايما لما بتغير حاجه بتحط رساله يا جماعه خلي بالكم ان الطريقه تغيرت، لكن بمقدورك ان انت تعمل اكونت على الباب ميد. بعد كده بيبدا يديك الصفحه بعد ما حضرتك تدوس هنا على اللوجن انفو الفورجيت لوجن انفو، بتديك الصفحه اللي قدامك دي بالظبط. انت محتاج عشان تعمل اكونت هتلاقي تحت هنا في if you wish to create a new NCBI account، فبتبدا تعمل كليك هير. الميزه هنا ان انت لما بتعمل كليك هير بيديك الاوبشنز اللي انت محتاج تعمل بيها لوجن، يعني انت مش محتاج اوريدي تحط الديتيلز خلاص. هو بيقول لك تحب تعمل لوجن بالفيسبوك بالجوجل اكاونت بالمايكروسوفت وات ايفر ان اي اتش، طبعا الناس معظم الامريكان بيبقى عندهم ان اي اتش اكاونت، فانا هنا فضلت مثلا عشان اوريكم اسهلهم هو جوجل اكاونت. فلما بتدوس على جوجل اكاونت انا عندي 2 ايميلين اكاونت للجوجل، واحد اسمه mahmoodology@gmail.com واحد اسمه khalilology@gmail.com، فاخترت واحد منهم. مجرد بتعمل كليك عليهم وكان خليلولوجي بتتحول الصفحه بيقول لك ايه create a new account. بعد كده بعد ما بتختار الايميل اللي انت عايز تعمل ساين ان بيه يقول لك create a new NCBI account، انت طبعا معلم عليها بتقول له continue، في الاخر هتلاقي نفسك خلاص اتحول الاسم اللي كان لوجن فوق وخد الايميل بتاعك اللي انت عملت registration. It's a click easy خالص step wise ورا بعضها ما بتاخدش دقيقتين. خلينا نقول ان احنا عملنا اللوجن، ننقل بقى دلوقتي ونبدا نشوف نبدأ نشوف كده شاشة الجوجل واضحة صح كده؟ تمام؟ واضحة. هنبدأ نخش على باب ميت كده ونبدأ نشتغل بقى الشغل بتاعنا. بتعمل في جوجل عادي جدا، الناس اللي هي اول مره او ما سمعتش، بالذات انا بتكلم الشباب الصغير ما سمعش الباب ميد، اكتب جوجل عادي هتخش عليه. دخلنا على جوجل هتلاحظوا هنا فوق خالص ان اسمي انا داخل عامل ساينينج بالطريقه نفس الطريقه اللي انا وريتها لكم. وتعالوا نبدا اول مشكله هتظهر معانا لو انا استخدمت الباب ميد وانا ما عنديش خلفيه او ما عنديش خبره ازاي بيشتغل الباب ميد. هنكتب كانسر وندور ونشوف السيرش بتاعنا هيبقى عامل ازاي. واضح ان عدد الهيتس او الريزلتس اللي طلعت احنا بنتكلم لحظه احنا بنتكلم في حوالي 4.5 مليون هيت طلعت عشان كلمه كانسر. خلاص دي اول مشكله. ايه اول مشكله؟ ان الهيتس كتيره جدا او الريزلتس اللي طلعت كتيره جدا، 4.5 مليون، مش معقول ما فيش حد عاقل في الدنيا يقعد يقرا 4.5 مليون. طب هل 4.5 مليون دول صحاح؟ هل فعلا هم في 4.5 مليون نتيجة للكانسر؟ طيب قال لك لا حضرتك مش مظبوط الكلام ده. الكلام بمنتهى البساطة حضرتك لو رجعنا هنا ونشوف هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان حضرتك لما بتعمل كانسر طلع لك 4.5 مليون فعلا، بس خلي بالك نتيجة لتدويرك بالطريقة ديت اللي هي كي وورد كانسر، هو الباب ميد هو ستيل تول بس هو مش ذكي قوي. طلع لك مجلات بحث من الابحاث اللي طلعت فيها الكانسر هو اسم الجورنال مش اي حاجه ليها علاقه بالبحث. طب وده ممكن يفيدني في حاجه؟ لا ده كمان المشكله الاكبر ايه؟ ان طلع لك اسمه اوثر ممكن يبقى اسمه كانسر، طلعه لك وممكن يكون الراجل ده شغال في اي حته حاجه ثانيه تبع اللايف ساينسز ملوش علاقه بيك. طب المجله ما انت هتقولي طب ما المجله كانسر، ما هو اكيد هيبقى الشغل اسم المجله كانسر، ما اكيد الشغل هيكون ريليتد ليا. اقول لك اه بس الكانسر مجله كانسر ممكن بتكون بتنشر ابحاث احصائيه عن الكانسر، انت ما تعرفش ممكن البحث ده يكون بحث احصائي ملوش اي علاقه باي اكسبيرمنتال ورك. فدي اول مشكله بتظهر مع مع الباب ميد لو انا مش فاهم الباب ميد بيشتغل ازاي. وات از بيهايند ذا سين زي ما بيقولوا، ايه اللي خلف الارتفيشال انتليجنس اللي موجود في السيرشنج انجن بتاع الباب ميد علشان يقدر يطلع لك الكيورد. فبنتفق ضمنيا دلوقتي ان 4.5 مليون ريزلت ده رقم غير صحيح بالمره، هو اكيد اقل من كده بكتير. طيب لو جربنا نعمل سيرش بكلمه ثانيه وكلمة يمكن أنا بروتين مهتم بيه ريبوسومال
ريبوزومال S6 كينيز. هنكتشف ان ريبوزومال S6 كينيز هنا طلع لي نتائج حوالي 8000 ريزولت. طب هل الرقم ده صحيح؟ لا برضو مش صحيح. طب ليه مش صحيح؟ هتقولي انت جبت لي حاجه متخصصه قوي ريبوزومال S6 كينيز، يعني هيغلط فيه ازاي وهيطلع لي 8000 ونتيجه؟ اقول لك اه مش صحيح، لان الاي اي اللي ورا السيرشنج انجن بتاع الباب ميت لما بتحط له الكلام بالطريقه دي بيبدا يقسم الكلام، هيجيب لك ابحاث فيها كلمه ريبوزومال وابحاث فيها كلمه كينيز وابحاث فيها S6. خلاصه الكلام انت بتاخد كولكشن من الفيرجنز بتاعت الكلمه، الكلمات دي كلها مع بعضها، ودي من احد المشاكل الثانيه خلاص اللي بتواجه الباب ميت اللي لازم نبقى عارفين ازاي نحلها. طيب لو بصينا كده النتائج اللي طلعت حوالي 8300 نتيجه، تعالوا نعمل حاجه بسيطه كده ونعمل حاجه اسمها كوتيشن. يبقى انا هنا بالكوتيشنز اللي انا حطيتها اللي فوق الكلام ده انا بأمر الباب ميد انت دور لي على الفريز دي، دور لي على الفريز دي، لا تدور لي بقى على كلمه كاينيز لوحدها ولا تدور لي على كلمه ريبوزومال لوحدها. وتعالوا نشوف لما نيجي نعمل سيرش الوضع بقى عامل ازاي. لقينا ان الرقم قل كتير الى 1194، هم اللي فيهم وحتى لاحظين ظاهر الاسم واضح زي ما انا بدور عليه. ايفن في الابستراكت هنلاقي ان الاسم واضح جدا، وانا كده عملت اكسكلودنج لحاجه من الحاجات من المشاكل المهمه جدا جدا في السيرش في الباب ميد، اللي هي ان هو يقسم الفريزز ويبدا يدور عليهم سيبريتلي. خلاص، ولو رجعنا للبرزنتيشن تاني هنلاقي فعلا انت لما بتدور على الليبوزومر انت مجرد الكوتيشنز البساط اللي انت حطيتهم نزلوا لك السيرش من وضمنوا لك ان كل الابحاث ال1100 كلهم فيهم هذه الكلمه بهذه الفريزز بهذه التوزيع. اوكي، طيب تعالوا نلعب لعبه ثانيه واحنا بندور. عشان ندور خلي بالكم احنا لسه لغايه دلوقتي احنا حلينا مشكله ايه؟ احنا حلينا مشكله لو انا بدور على جمله معينه زي الريبوزومال S6 كينيز بحلت مشكلته ان انا خليتها بالكوتيشن البسيط اللي انا حطيته على اليمين والشمال ده قدرت اوصل للابحاث بتاعتي، لكن لسه في مشكله احنا ما حليناهاش اللي هي مشكله كانسر. وازاي اضمن ان انا ابقى عايز البحث بتاعي اللي انا عايزه ما ينزلش كلمه كانسر دي في اسم كاسم جورنال، ولا ينزل اسم كانسر ده كاسم باحث زي ما انتم شايفين ده اسمه اسم باحث اصلا اسمه كانسر. خلاص، نشوف هنقدر نحل الكلام ده ازاي. نرجع تاني لباب ميد ونبدا نلعب شويه حاجات بحاجه قبل ما نحل الكلام. فرضا انا عايزك ادور على كلمه child. الباب ميد بيتيح لك حاجه من الحاجات المهمه جدا 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 انه بيتيح لك حاجه اسمها ترانكيشن للفريزز. يعني ايه ترانكيشن في الفريزز؟ بيوفر عليك الوقت. مجرد حضرتك لو عملت نجمه صغيره كده بعد كلمه child انت هتامر الباب ميد ان هو مش بيدور على كلمه child بس، هو بيدور على كلمه children، بيدور على كلمة childhood، بيدور على كلمة childbirth، يبقى بيدور على أي كلمة بتبدأ بالخمس حروف هي child. ولو عملنا سيرش بمنتهى البساطة بالنجمة كده هنلاقي إن طلع لنا حوالي 3 مليون result بهذا الكلام including هتلاقوا مثلا أهي كلمة ظهر عندي هنا childbirth. خلاص childbirth، خلاص عندنا children، يبقى هو بيدور الاستريك، وده بيسموها في السيرشنج التول بتاعت السيرشنج اسمها ترانكيشن. ان انا حطيت كلمه ترانكيتد يعني مقطوع منها بس كملتها باستريك. طيب تيجي تدور، لو جيت دورت بقى انت عايز الكلمه لوحدها حضرتك اكتب بقى لو سمحت تشايلد هود لو انت عايزها لوحدها، اكيد التشايلد هود لوحدها هتطلع الارقام بتاعتها اقل كتير. طيب نبدا ندخل تيرمز جديده في الـ في الـ في الـ في, الـ في السيرشنج. التيرم الجديده اللي هي الاند والاور والنوت والكلام الظريف دوت. فرضا انت عايز تدور على كلمه على ابحاث ليها علاقه بالتشايلد هود، لكن انت مش عايز الابحاث دي يكون فيها اي كلام عن اي كلام خاص بالادلتس، انت مهتم بالطفوله ومثلا انزيمات خاصه بالموت بتاع الاطفال. التول الجميله اللي انت ممكن تستخدمها كلمه نوت ادلتس.
يبقى بالتالي هو هيدور على كل الابحاث اللي بتتكلم على الشايلد هود وات ايفر مكانها في البحث فين، بس هيعمل اكسكلود لاي بحث منهم يذكر كلمه ادلت في البحث بتاعه. ولما نعمل سيرش هنلاقي ان الرقم 195 بحث، واكيد قل، لان لو رجعنا هنلاقي ان الشايلد هود لوحدها كانت مطلعه حوالي 287 ريزلت، لكن لما عملت childhood not adult الرقم بتاعي قل، لان هو عمل excluding لايه لل للادلتس للادلتس حركه تبقى ايه اوكي. فهنا دي اول تول بتبدا تخش في الادفانسد سيرش بعد او تاني تول بعد الكوتيشن اللي هي كلمه not. طيب هنيجي نبدا نزود شويه، هنيجي نتكلم على فرضا انا عايز ادور على الكانسر. فاكرين زمان الكانسر لما بعمل له سيرش لوحده، نرجع للمشكله الاساسيه، بيطلع لي 4 مليون ونص ريزلت. لكن هنعمل ايه؟ افرض ان انا مهتم بالكانسر بس مش مهتم بالكانسر ما عدا نوت لوكيميا مثلا، يبقى انا عايز ادور على الابحاث كلها، انا عايز ادور على ابحاث كلها اللي ليها علاقه بالكانسر بس مش اللوكيميا. ودي تول رهيبه جدا، انا مش عايز كله عمل. ولقينا ان الرقم قل تماما من حوالي 4 مليون ونص الى 4 مليون و200، رقم ستيل كبير وهمي فراغ، ورقم محلليش برضو المشكله اللي انا قلتها في الاول، ان كلمه كانسر دي ممكن تبقى موجوده في كاسم اوثر او كاسم جورنالز. طيب تعالوا بقى نزود المشكله كمان ونكتب cancer and Egypt. أنا مفترض وأنا بدور على PubMed هنا أنا هجيب كل الأبحاث اللي لها علاقة بإيجيبت في الكانسر، وتعالوا نشوف السيرش بتاعي يطلع إزاي. هنلاقي إن طلع لي حوالي مع كل الإيرور اللي إحنا بنتكلم عليه، إن يبقى فيه كانسر ممكن يبقى اسم أوثر أو اسم مجلة، طلع لي النتيجة حوالي 15 أو 16,000 نتيجة بتربط ما بين أي الأبحاث اللي موجودة هنا في مصر، حصلت كانسر في مصر. تمام؟ خلاص. طب تعالوا بقى ندخل تول تانية ظريفة جدا. ايه التول التانية؟ هندخل كلمة اور. افرض انا عايز ادور في دولتين، في مكانين، مرضين مش مرض واحد. خلاص. في حاجة مهمة، ان كلمة اند لازم تتكتب بالكابيتال، ما ينفعش تتكتب باللور كيس. هنيجي نزود كلمة اور اللي هي لازم برضو تتكتب كابيتال اللي هو upper case زي ما بيقولوا، وهناخد دولة زي مثلا جوردن. خلي بالكم الرقم اللي ظهر عندنا حوالي 16,000 ريزلت أبحاث مصر، كانسر له علاقة بمصر. هندخل جوردن وندور ونشوف الرقم ده نظريا المفروض الرقم ده يزيد. بس خلي بالك في حاجة مهمة جدا، إن أنت ما دام دخلت أور لازم تخليهم بين قوسين. إيجيبت أند جوردن لازم تخليهم بين قوسين. يبقى أنت بتفهم الباب من ايه يا حبيبي؟ انا عايز الكانسر اند ده او ده، لان لقيت حاجه ايجيبت تطلعها لي، لقيت حاجه الجوردن تطلعها لي، يا ده يا ده. خلاص. لكن لو ما سبت، لو ما حطيتش البارنثيسز دي او الاقواس ديت، هيروح جاي يمشي لك ازاي كانسر اند ايجيبت وبعدين ياخد لك اور جوردن، لخبطها. فلازم يمشي السينتاكس بهذا او الكويري زي ما بيقولوا المصطلح ده، هنسمعه كتير بعد كده، الكويري لازم يمشي بالطريقه دي. ولما نيجي نعمل سيرش هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الرقم زاد، وانا كنت متوقع الكلام دوت، لان انت دخلت دوله جديده بتدور على ابحاث. فلازم تبقى فاهم ان النتيجه اللي ظهرت عندك دلوقتي هي نتيجه ايه؟ ابحاث ليها علاقه بالكانسر وليها علاقه بمصر او الاردن. اوكي. نرجع تاني للباوربوينت نلخص الكلام ده سريعا. هنكتشف ايه بقى؟ هنكتشف زي ما قلنا اهو، ده اللي احنا قلناه بالنجمه بالاستريك هيبان لنا النتيجه، ودي الاوبشنز اللي موجوده اللي بيدور لك عليها. تشايلد هود بيطلع لنا النتيجه دي. لو انت عملت الكومبايننج تيرمز اللي زي اند اور نوت النستنج، ايه كلمه نستنج ده؟ نستنج اللي احنا عملناها اللي هي الاقواس اللي احنا حطيناها تحت خالص دي، احنا كده عملنا نستنج، دور هنا في ده او ده، خلاص ما تخليش على المشاع. واضح ان الارقام بتاعت الريزلتس بتتغير وانت بتبحث على الباب ميد على حسب الكرايتيريا، على حسب انت عايز ايه، انت عايز تدور على ايه. ممكن واحد يدور بطريقه ثانيه الارقام بتاعت النتائج، بس خليكم فاكرين احنا لسه ما حلناش مشكله الكانسر، مشكله ان الكانسر عايزين نبقى ضامنين ان ده بحث مش كلام معدي كده.
وده يخلينا عشان نصحح المشكلة ده، ده يخلينا نخش على التوبيك اللي بعده اللي هو اسمه ايه؟ الـ controlled vocabulary. والcontrolled vocabulary اختصارا بيتقال عليه مش، والمش ده مصطلح هنلاقيه كتير دلوقتي معانا، واسمه medical subject heading اختصاره مش. ودي طريقة very comprehensive ان بتعمل controlling للvocabulary، والpapers او الarticles اللي موجودة جوه PubMed اصلا هي معمول لها indexing بالmesh terms مش بkeywords. فعشان كده أسهل كتير قوي إن أنا أدور على الأرتيكل دي باستخدام المش تيرمز، ما استخدمش المصطلحات المش دي اللي إحنا نعرفها إيه هي، ما استخدمش keyword. even better إن أنا لازم أعمل combination ما بين keywords ومش تيرمز. خلاص نشوف. يبقى دلوقتي المش تيرمز اللي هي ديت هي set of terms used to index الارتكلز دي في الداتابيس. عشان تخش الارتكل الداتابيس دي بيبقى هي دي الاندكست فوكابلري بتاعتها. والماش دي تعتبر هول سيبريت داتابيس، مدفونه داتابيس مدفونه جوه الباب ميت نفسها. ودي برضه كرييتد اند ابديتد، يوزوالي ابديتد على طول بيحصل لها ابديت بالايه الان ال ام تبع امريكا طبعا. طبعا بيستخدمها الميش تيرم دي، بتستخدمها الباب ميد وبتستخدمها الميد لاين في الاصل عشان يعملوا كاتالوجينج لكل الانبوتس اللي موجوده فيها. وطبعا دي العلامه بتاعت الميش او اللوجو بتاع الميش اللي تحت ده. طيب تعالوا، انا مش فاهم لسه يعني ايه ميش. خلاص قبل ما اقول هو ايه ميش، الميش برضو مهم قوي. ليه بيفيد اكتر؟ لان هو ده اللي بيستخدم في موقع ظريف جدا اسمه clinicaltrials.gov. والموقع الامريكاني اللي هو كلينيكال درايز معمول تبع الحكومه الامريكيه clinicaltrials.gov بيتيح لك لو انت قدرت تعمل سيرشنج بيه في الموقع ده باستخدام مش تيرمز اللي هي كلمات عاديه بس متصنفه على انها مش تيرمز، بيتيح لك ان انت تقدر تعرف اذا كان المركب دوت اتعمل عليه كلينيكال ترايلز ولا لا، لسه هيتعمل عليه كلينيكال ترايلز. ما ينفعش تدور في clinicaltrials.gov باستخدام keywords، لازم تدور باستخدام المش تيرمز. طيب انا برضو لسه مش فاهم يعني ايه مش تيرمز، تعالوا نفهمها. هنتخيل ان انا بدور على حاجه معينه، وهنتخيل ان كل ورقه صفراء موجوده قدامي هنا، كل ورقه صفراء من هنا هي النتيجه اللي بتاعتي. يعني 3 في 5 عندي 3 في 5 ب 15 نتيجه، انا بدور بكي وورد معينه طلع لي 15 نتيجه. هنفترض ان هي كانت كلمه الريبوزوما يبقى احنا دلوقتي احنا بنشوف ايه اهميه ان احنا نعرف الميش تيرم، اهميه استخدامها لان هيوفر علينا حاجات كتيره جدا وهيودينا في الطريق الصح ان انا ادور، وهيحل لنا مشكله الكانسر اللي كانت بتظهر في اي حته دي، اسم مجله، اسم باحث، اسم اوثر وكل الكلام ده. فهنفترض ان انا بدور بكلمه حاجه اللي هو نفس البروتين اللي انا مهتم بيه اسمه رايبوزومال اس 6 كاينيز. فانا لما بعمل سيرش بالكي وورد سواء بقى عملت لها كوتيشن ما عملت لهاش كوتيشن، خلاص طول ما انا بستخدمها كانها كي ووردز بتظهر لي المشكله ده. هنلاقي ايه؟ لو انا بعمل لو دي عدد الريزلتس المفروض تطلع ان هم 15 ريزلت وانا بستخدم الكي وورد رايبوزومال 6 اس 6 كاينيز، هنلاقي ان انا هيحصل ميسنج عندي. انا هتطلع الريزلت اهو شايفين ده سيرش استخدمت رايبوزومال اس 6 كاينيز حطيت عليه كوتيشن فانا ضمنت ان هو هياخد نفس الجمله، بس الريزلت اللي طلعت لي اللي هي 1100 دي طلعت لي الريزلتس مين؟ الريزلتس اللي هي واخده نفس الاسم. لكن المشكله هنا ايه؟ ان هي اهملت ابحاث ممكن يكون الريبوزومال له سينونيم له اسم تاني زي عاده في بيبرز بتكتبوا اس 6 كاينيز بس. في بيبرز بتكتبوا اس 6 كي. في بيبر بتكتبوا رايبو ار اس 6 كي. فالبحث بطريقه الكي وورد والكوتيشن مع اهميتها الكوتيشن خلى في النهايه ايه؟ ان النتيجه اكشلي اللي ظاهره عندي اللي هي 1100 دي هي اكشلي دو نوت ريبريزنت ذا هول ليتريتشر موجوده جوه الباب ميد، مش بتجيب لي كل الابحاث اللي فعلا اشتغلت على الريبوزوم الاس 6 كاينيز، لان اهملت اي بحث اخر واخد انذر فيرجن او اسم ثاني بطريقه ثانيه عن الكي وورد اللي انا اللي بدور عليها. ودي من احد المشاكل استخدام الكي ووردز، وعشان كده يجي يقف بالك البطل مين الميش تيرمز بتاعتي. يبقى الميش تيرم ايه هو؟ انا محتاج قبل ما ادور في الباب ميد اعرف كلمه رايبوزومال اس 6 كاينيز دي ايه هي؟ هي متسجله ازاي في الباب ميد باسم ميش تيرم؟
هي متسجلة ازاي عشان ادور بيها ورايح دماغي، عشان بدل ما اطلع الالف مية اللي موجودين دول، لا ابقى ضامن ان انا طلعت كل الابحاث اللي موجودة ديت، ما فيش حاجة تهرب مني. طيب اجيبها ازاي الميشترم دي؟ اجيبها ازاي؟ الصفحة الاساسية بتاعت باب ميد هتلاقوا تحت هنا مكتوب مش داتابيز، وده بيثبت ايه؟ بيثبت ان المش نفسها دي قاعدة بيانات مستقلة بذاتها، مستقلة تماما بذاتها. خلاص؟ طيب نشوف المش داتابيز، نرجع للجوجل. لو رجعنا للصفحة الأساسية بندوس على باب من هنا عشان نرجع للصفحة الأساسية، المش داتابيز هي تحت موجودة. لو دوسنا عليها وتعالوا نكتب فيها بقى إيه؟ أهو لقينا فوق هنا الداتابيز، هنا بقى اسمها إيه؟ مش. هنكتب فيها رايبوزومال، رايبوزومال S6K S6 kinase. يبقى انا بقول له يا عم الحاج انت دور لي في المش داتابيز على الكلمه المناظره او المش تيرم المناظر للكي وورد اللي هو اسمه رايبوزومال اس 6 كاينيز، عشان بدل ما ادور بالكي وورد لا ادور بالمش تيرم، واعمل سيرش. انا خلاص كتبتها واعمل سيرش. فالمش تيرم بيدور في الداتابيز بتاعته، هكتشف ان فعلا مش الرايبوزومال بروتين متسجل، طلع 16 ريزلت. خلاص انا بشوف انا واحد انا مهتم بيه. انا خلي بالكم الريبوزومال اس 6 كاينيز في منه ايزوفورمز كتير جدا، في منه واحد واثنين وات ايفر. خلاص فانا هتلاقيني مهتم مثلا بده، بروح جاي معلم عليه، عامل تيك عليه سيلكتد 1 من 16، واعمل ايه؟ اروح رايح على الشمال على اليمين خالص واعمل له اد تو سيرش بيلدر، واروح حاطه اد تو سيرش بيلدر. هنلاقي ايه؟ ان طريقه الكتابه اختلفت شويه، اتحط بين كوتيشن واتكتب جنبيه ماش. اروح اوتوماتيك عامل سيرش باب ميد، سيرش باب ميد. ايه اللي حصل؟ خلاص الرقم اللي كان 1100 بقى كام بقى دلوقتي؟ بقى 6100. طب مفهوم ان الرقم زاد. ليه زاد؟ لان زاد بمنتهى البساطه. فبالتالي ايه اللي حصل هنا؟ كلام منطقي. لما كنت بدور بالرايبوزومال اس 6 كاينيز كاساس ان هو كي وورد وحطيت عليه كوتيشن طلع لي 1100، لكن لما استخدمته كمشتر انا ضمنت كده ايه؟ ان انا هلم كل الابحاث اللي موجود فيها اي شغل على الرايبوزومال اس 6 كاينيز وات ايفر هو متسمي ازاي. يبقى هي الفكره ايه؟ دي من احد الحاجات المهمه جدا في الباب ميد، ان هم بدل ما ايه واحد كتب في البيبر اس 6 كي، واحد ثاني كتب رايبوزومال اس 6 كي، حضرتك لما بتدور بالميش تيرم انت بتجيب كل الابحاث دي، ودي نقطه فيري امبورتنت، يعني نقطه مهمه جدا في البحث بالنسبه لاي كي وورد. يبقى احنا فهمنا اثنين كونسبت دلوقتي، استخدام الكي ووردز واستخدام تولز زي الاد الاند والاور والنوت والكوتيشن والنستنج، ان انا اعمل نستنج وهنشوف الكلام ده اكتر شويه، وفهمنا مصطلح ال الماش تيرم. طب تعالوا نشوف، نكمل القصه بقى بتاعتنا ونشوف القصه اهو بالنتيجه ظاهره قدامنا. انا لما استخدمت الرايبوزومال بالكوتيشن ككي وورد طلع 1100، لكن لما استخدمته باستخدام حاجه بسيطه جنبه هو فهم هو بيدور من خلال مش تيرم مش كي ووردز، فطلع لي رقم اكبر، كلام مفهوم. طب الباب ميد، الباب ميد دوت خلاص بنتكلم على التوبيك، بنكمل التوبيك بتاعنا ده عشان نقدر الفيتشرز والفلترنج اللي موجود في الباب ميد اللي بيسهل عليا من الكلام ده كله. طيب تعالوا نشوف، نرجع للمثل بتاعنا دلوقتي، بيعمل الديسبلاي اوبشن ممكن اغيرها، السورتنج ممكن اغيره، الفلترنج وحاجات كتيره جدا، والباب ميد نفسه بيستخدم سوفيستيكيتد الجوريزم عشان يخلي البيست ماتش يطلع لك في الاول. اوكي تعالوا نشوف القصه دي بتمشي ازاي. هنشتغل على اخر سيرش احنا عاملينه، رايبوزومال بروتين اس 6 كاينيز المش تيرمز اللي احنا دورنا عليها دي. بمنتهى البساطه لو جيت على اليمين هنا هتلاقي في حاجه اسمها ديسبلاي اوبشن. خلاص سامري هو بيجيب لك الواضح قدامك، انت في ايدك تخلي المعروض قدامك ده ابستراكت، فبالتالي بتخلي الصفحه قدامك بتتعرض ابستراكت، وده بيوفر لك ان انت تخش على بحث تقعد تقراه، فبالتالي بتبدا تشوف الابستراكت اللي انت مهتم بيه بس هو اللي بتخش، ودي طريقه للعرض. طيب الطريقه الثانيه للعرض، ودي حاجه لازم نعرف الفرق ما بينها، في حاجه هنا اسمها most recent
most recent publication data. انا امتى اعمل sorting او ارتب الابحاث اللي موجوده دي اللي طلعت لي في السيرش؟ احنا بنتكلم على 6000 بحث طلع لي 6000 بحث. امتى ارتبهم best match او امتى ارتبهم most recent، او ايه اصلا الفرق ما بين most recent وpublication date؟ خلاص publication date هو الاسهل في الفهم. publication date اتنشرت امتى؟ 21 اتنشرت، خلاص 22 اتنشرت. طب most recent يعني ايه؟ هي قصده كلمة most recent هي امتى دخلت واتحطت جوه الداتابيز بتاعت البابميت. يبقى ده الفرق ما بين الاثنين، لان في بعض الناس اللي بتنشر او الدكاترة زمايلنا اللي بينشروا هيعرفوا ان في بعض المجلات البيبرز بتاعتها بتاخد وقت عبال ما تظهر في البابميت. ليه؟ كذا فاكتور. فممكن تبقى منشوره البيبر منشوره في 21 وتبدا تظهر على الباب ميد وتقدر تجيبها تعملها ريتريفل من على الباب ميد في سنه 22. يبقى بالتالي اصبحت ريسنت في دخولها الباب ميد، لكن بيزد اون ذا بابليكيشن ديت هي تعتبر سنه ورا قدام. البيست ماتش هو ايه؟ ملوش علاقه بالكلام ده. البيست ماتش هو بيجيب لك بيست ماتش على حسب الكي ووردز او الميش تيرمز اللي انت حاططها، بيرتبهم لك، الترتيبه بتختلف بتاعته، خلاص. وده بيخلينا نشوف نظام من نظام السورتينج والفلترينج. تعالوا نعمل فلترينج تاني. انا لو مهتم بنقطه في هذا الموضوع، انا هتلاقي ابحاث كتيره من دول. خلينا نرجع الديسبلاي تاني للسامري، ان ده اسهل شويه. انا لسه 6000، انا مستحيل هقعد اقرا 6000 اصلا، خلاص. فهي النقطه ايه؟ فبنشوف فحاره ايه، وبعدين مش كلهم هيبقوا فري افيلبل ان انا اقراها. هختار اعمل اول فلتر عندي اللي هو free full text. يبقى انا بقلل او بضمن على الاقل الابحاث، لان هو بيعمل فلترنج من ال 6000، فبالتالي بقى عندي 3500. طب انت هتقولي طب ما انت الباقي عملت فيه ايه؟ انا بتكلم انت وانت بتستخدم الباب ميد، هو انت بتستخدمه whatever انت النقطه اللي انت واقف فيها. فرضا انا عايز اقرا افهم، انا مش محتاج اقرا 6000، انا محتاج اقرا بيبر تكون سهله ان انا اقدر اتحصل عليها وموجوده free full text. طب انا لو محتاج اعمل حاجات تانية هنشوف هنعمل ايه. فاصبحت ان الفلترنج اللي موجود قدامي ده بيقلل لي. طب فرضا انا مش مهتم بالحاجات ديت، انا مهتم بفلتر تاني زي الكلينيكال ترايلز. لما بدوس عليه بيوري لي ايه؟ بيوري لي كل عندي الابحاث قلت كتير، عندي 101 بحث فقط لغايه دلوقتي حصل فيها ارتباط ما بين الريبوزومال بروتين 6 كاينيز، خلاص، والكلينيكال ترايلز، خلاص، له علاقة بالكلينيكال ترايلز. عشان أفهم لازم أخش جوه الأبحاث، بس الرقم يطمع، الرقم قليل، ممكن مانجبل زي ما بيتقالوا، تاخد 10 بيبر كل أسبوع تقراهم، دي حاجة هتبقى كويسة. طب فرضا أنا مش مهتم بالكلينيكال أو مهتم بالكلينيكال ترايلز وعايز أفهم زيادة، أعمل كلينيكال، لأن ممكن بيبرز دي ما تبقاش فري، الكلينيكال ترايلز مع الفري تكست عشان ابدا اعرف الاتجاه ماشي ازاي. طبعا واضح جدا ان نفس الرقم تقريبا معناها ان كل البيبرز دي كانت فري. طب تعالوا بقى، انا عايز اعمل حاجه تانية خالص. انا طبعا انت في اي وقت ممكن تدوس على كلمه كلير اول ده، وده بيعمل لك كلير للفلتر وبيرجعك لل 6000 نتيجه اللي هي كانت في الاول اللي انت جايبها حسب الميش تيرم اللي انت استخدمته اللي كان هنا. هنلعب لعبه تانية. وانا عندي طالب، وعايزه يبدا يقرا، او طالب او مهتم ان هو يقرا على حاجه وعايز يعرف ايه حجم المعلومات اللي موجوده في كل الكلام ده. قدامه حل دوت ان هو يختار يعلم على ريفيو وسيستماتيك ريفيو. لما بيعلم على الاثنين هنكتشف ايه؟ ان هذا البروتين اتعمل له سواء ريفيو او سيستماتيك ريفيو، يعني عموما اتعمل له حوالي 234 نتيجه. فاصبح ان ال 234 نتيجه اللي موجوده قدامي دول ريفيو او سيستماتيك ريفيو للبروتين دوت. فلو واحد مهتم ان يعرف ايه حجم الداتا اللي موجوده في الليتريتشر على هذا البروتين، هو محتاج يعمل الفلترنج دوت عشان يحتاج يعرف هل ايه حجم المعلومات اللي موجوده عليها. وده يقودنا نرجع تاني للبرزنتيشن. ده يخلينا نقول ايه؟ زي ما شفنا ده ملخص لكل السيرشز اللي احنا عملناهم. ده ملخص لكل السيرشز اللي احنا عملناهم.
طيب هتلاقي حضرتك ان لما ده كل حضراتكم لما هتلاقوا ده كل السيرشز اللي احنا عملناها بالنتائج بتاعتها، وده هنا الفلتر اللي بين قوسين هنا الفلتر اللي انا استخدمته، فهتلاحظوا ان الرقم بيتغير الفلتر اللي انت بتستخدمه. هنلاحظ حاجه ان مثلا بروتين زي الاس 6 كاينز هتلاحظوا حتى نفس الرقم 234 اللي هو لسه طلع لنا دلوقتي، لما دورت عليه ريفيو لقيت 234 نتيجه، لكن لما دورت عليه سيستماتيك ريفيو ما لقيتش ولا نتيجه، زيرو ريزلتس، خلاص زيرو ريزلتس. طيب خلينا نفهم بقى الفرق ما بين الريفيو والسيستماتيك ريفيو. في فرق جوهري ما بين الريفيو والسيستماتيك ريفيو. لو انا عايز ادور على ريسيرش جاب او نقطه الناس لسه ما اشتغلتش عليها، يبقى انا لازم امشي في اتجاه ان انا اعمل ريفيو، خلاص. لكن لو انا عايز اشوف هم وصلوا لايه وايه اخرهم وايه قصتهم وما بدورش على سؤال كويشن، يبقى انا لازم اعمل حاجه اسمها سيستماتيك ريفيو، خلاص. يبقى السيستماتيك ريفيو هو بيركز اكتر على بارتيكولار ريسيرش كويشن بدون الدخول في تفاصيل، وعاده هذا الريسيرش كويشن هذا السيستماتيك ريفيو عاده يفضل ان هو يتعمل او تحط السؤال قبل ما تبدا السيستماتيك ريفيو، لان النتيجه بتاعت عمل الريفيو هي وصولك للريسيرش جاب. انت بتدور في الريتريتشر عشان تشوف ايه اللي ناقص وحضرتك تحطه، فبتحط الريسيرش كويشن بتاعك بعد ما بتعمل الريفيو، وده الفرق الجوهري ما بين الريفيو والسيستماتيك ريفيو. طيب بنوصل لايه بقى؟ لحظه، بنوصل لايه؟ تعالوا بقى نطلع بالليفل شويه ونبدا نتكلم في التوبيك اسمه فايندينج اون توبيك اورتلز، او بستخدم التول الرهيبه جدا بتاعه الباب ميد اللي هي اسمها الادفانسد سيرش، ونبدا نحط ريسيرش كويشن. دلوقتي انا ما اعرفش اجابته ايه، انا معاكم دلوقتي ما اعرفش اجابته ايه، بس هنشوفه مع بعض ايه قصته. الريسيرش كويشن اسمه وات از افكت اوف كوركومين، مشهور اشهر من نار على العالم، اون كانسر، سؤال وجودي في المطلق، صح كده ولا لا؟ وتعالوا نشوف القصه بتاعتنا، نشوف كده هنعمل ايه. نروح للباب ميد، لحظه، خلينا قبل ما نروح بمنتهى البساطه، لو عملت سيرش ما بين كوركومين وكانسر هيطلع لي حوالي 6500 نتيجه، تمام، لو كوركومين وكانسر. بس خلي بالكم في مشكله هنا. ايه بقى هي المشكله دوت؟ لحظه، ايه المشكله اللي عندي هنا؟ المشكله اللي عندي ان في ناس كتيره قوي مش عارفه ان كوركومين له اكتر من اسم، خلاص، او ممكن الطالب بخبرته القليله فاكر ان الكركمين اسم ده بس ملوش اسم تاني، اوكي، خلاص. لا، الكركمين له اكتر من اسم، ومهم قوي وانا بدور باستخدام سواء كان الكيوردز او الميش تيرمز، مهم قوي ابقى عارف السينونيم بتاع الاسم او الاسم ومشتقاته، لان مش كل البيبرز بتستخدم نفس الاسم بتاعها، اوكي. فهنكتشف ايه؟ ان انا لو عملت بالادفانسد سيرش تول اللي هنشوفها دلوقتي، خلاص تعالوا نشوف بقى الادفانس هنعمل بيه ايه. لحظه، اروح ازاي للادفانس سيرش تول؟ هنلاقي طبعا شاشه جوجل واضحه يا دكتور، صح؟ الباب ميد واضحه دكتور. بتكبر معاكم لما بكبر الشاشه ولا لا؟ بتكبر، كله تمام. طيب هبدا ادوس ادفانسد هنا، ادفانسد، ونبدا نشوف التول. انا بعتبرها من التولز المعجزه في البوب ميد بصراحه، ونبدا نشوف كده. هعمل بس كده اهو، ده التول. هبدا معلش برضو عشان الكتابه ونبقى للسرعه، فانا هعمل انا كاتب الحاجات بتاعتي. لحظه، هنكتشف مثلا، لحظه، ان الكوركومين ده هنا مثلا، الكوركومين ده هو اكشلي يعتبر من 2 ل 8% مكون من التيرميريك، والتورميريك اصلا ده جاي من نبته اسمها كركما. فممكن الاقي ابحاث بيكتب راجل بيكتب اكستراكت اوف كركما عمره ما اتعرض للكركمين اللي هو مكونه من مكونات الكركمين، او بحث تاني كاتبها تورميريك، او بحث تاني كاتبها كركمين. طب هتقول لي طب ما انت لسه قايل لنا الميش تيرمز واستخدم الميش تيرم وده هيجمع لك الثلاثه. اقول لك لا، بس خلي بالك انت لازم تتاكد ان هي ليها ميش تيرم اصلا زي ما احنا دورنا في الداتابيس،
تتاكد ان ليها مش تيرم اصلا. فلما هنيجي نمسك مثلا الكوركومين مثلا كده, نمسك الكوركومين ونروح على الباب ميد خلاص. ومعلش هرجع تاني للصفحه الرئيسيه. دي الصفحه الرئيسيه بتاع الباب ميد, هنلاقي مش داتابيس تحت اهي, هدوس عليها هيطلع لي المش داتابيس فوق, هكتب الكوركومين واعمل سيرش, هنلاقي ان الكوركومين اه موجود كمشتر. انا منتهى البساطه ممكن اعلم عليه كده واعمل له اد تو سيرش بيلدر خلاص اوكي, واعمل سيرش. يبقى انا لما بدور بالكوركومين كده بالظبط طلع لي حوالي 12 كوركومين كمشتر, طلع لي حوالي 12 ونص ريزلت تقريبا. بس مش هو ده اللي انا عايز اقوله. نرجع للادفانسد سيرش. طيب فاكرين المشكله بتاعت كلمه كانسر؟ فاكرين المشكله لما قلنا ان 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 ممكن تظهر في اسم الاوثر, تظهر في اسم المجله؟ احنا هنحاول نحلها دلوقتي. فهنحط كركمين دلوقتي وهحدد له هو هيعامل الكركمين ازاي من الليسته, من الدروب داون منيو اللي موجوده هنا. في دروب داون لو سبتها اول فيلد, اول فيلدز دي اخطر حاجه, يعني بتدور لك في كل حاجه, حتى بيدور لك في بيتكم الكركمين موجود ولا لا خلاص. فهو بالتالي ايه, هدور على المشتر, هستخدم المشتر. يبقى انا بقول له خد الكركمين بتاعت المشتر وهقول له اد على اليمين هنا, شايفينها نزل في الكويري بوكس كلمه كركمين وحط جنبها مشتر. طيب بس خلي بالك ان كلمه تيرميريك هي برضو كلمه ممكن تساعدني في بحثي على الكركمين, بس هي ملهاش مشتر فبالتالي هحطها خلاص, هحطها اوكي, ومش هاخدها مشتر. هقول له لا يا حبيبي ما تدورش في المشتر, انا عايزك تدور لي هي لو الكلمه دي اتذكرت في التايتل او الابستراكت بتاع البحث, يبقى انا كده بضمن ان الترميريك دي عمرها ما فيش واحد اسمه ترميريك عايزها. يبقى مشكله كانسر اللي كانت بتبقى ظاهره عندنا كاسم باحث او كاسم مجله, لا انا لما بحط من الدروب داون منيو تايتل وابستراكت يبقى انا بضمن ان هو بيدور في الكلمه بس يا اما ظهورها في التايتل او ظهورها في الابستراكت. وبقول له ايه بقى, بقول له اند, هتلاقي الكلمه هنا اتغيرت اند, فكده هو تحت بيدور دي. خلينا بلاش اند, هو الاصح تبقى ايه, لحظه بلاش اند, هي الاصح هتبقى اور, لان انا عايز كل الابحاث كمان تيرميريك هنخليها اور ونحطها اور. يبقى بالتالي انا بدور على كل الابحاث اللي ذكر فيها المشتر بالكركمين بالمشتر او اشتغل او ذكر بيها التيرميريك بالمشتر, وهنزود هنعملها مور كومبليكيتد شويه ونحط اسم النبته خلاص, وندورها برضو تايتل وابستراكت اوكي, ونعمل سيرش ونعمل اور برضو, هنخليها اور. يبقى انا دلوقتي خلي بالك هنا في حاجه مهمه جدا, ان انت لازم تشيل الاقواس الزياده اللي هنا, يعني دايما الكلام بيبقى ليه قوس واحد مش قوسين, لان هم كلهم انت مش بتقارنهم مع حاجه تانية, مفيش اند خلاص. فتاكد ان هم كلهم يبقى حواليهم بس قوس, مفيش اقواس زياده. وهتعمل سيرش, يبقى احنا كده بندور على كله. هو ده اللي احنا بنقول عليه نعمل كومباينيشن ما بين الكي ووردز في الاماكن المظبوطه في التايتل او الابستراكت والميش تيرمز لنفس الحاجه عشان مفيش حاجه تهرب مني. هنلاقي ان طلع طلع لي حوالي 16000 نتيجه, 16000 نتيجه. جميل. طب هل اللي انا عملته ده له معنى؟ تعالوا نشوف كده, خليكم فاكرين الرقم 16 15 900. تعالوا نشيل كلمه اور كوركوما دي, نشيلها خالص من البحث هنا, اشيلها اشوف الرقم هيتغير ولا لا. اتغير بقى كام؟ 14. معناها ان انا لو كنت دورت بالكويري اللي موجود قدامي ده انا كنت هفقد حوالي 2000 بحث. طب افرضوا ان انا كنت شايل كلمه تيرميريك دي وكنت بدور بس بالكركمين مش تيرم بالكركما مثلا بس من غير كلمه تيرميريك ان هي ممكن تفيدني في لما ببقى عامل بحث على الكركمين, يطلع لي قد ايه؟ هيطلع لي 14. يبقى انا لما حطيت كلهم مع بعض, لاحظ اهو كلهم مع بعض, انا ضمنت هنا ايه؟ ان النتيجه اللي ظهرت لي هي مجمعه. طبعا طبعا في ده لازم اقول الكلام ده, لو الكركمين له اكتر من كلمه ثانيه لازم يتزود اور 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 عشان تضمن ان ما يحصلش ليكج وتضمن ان ما فيش بحث انت مش هتشوفه. الرقم كبير برضه, الرقم كبير, بس تعالوا نشوف الكركمين ده ايه قصته. تعالوا نجرب
تعالوا نجرب. يبقى انا استخدمت الادفانس تول لما بستخدم الكركمين بالمشتر تايتل وابستراكت. وتعالوا ندور بقى القصه بتاعتنا. هنستخدم اللي هو نرجع لنفس السؤال، الكركمين وعلاقته بالكانسر. تعالوا نشوف. وهيبدا بقى الجمال بقى يبان هنا. لحظه نروح للادفانس سيرش. كركمين اهو موجود. كل ده هاخده، كل ده هاخده ادفانسد. هنلاقي تحت الكويري اهو انا عامله اهو، شايفينه اللي هو هو بيتسجل اوتوماتيك. كركمين مش تيرم اورتيرماليك بلا بلا بلا. هروح دايس هنا مثلا على الثلاث نقط دول واقول له اد كويري، بدل ما اكتبه بقى كل مره. خلاص. والمره دي هعمل ايه بقى؟ كانسر اند، ونحط كانسر. والمره دي مش هاخد اول فيلدز عشان احل المشكله، انا هاخد ايه؟ تايتل وابستراكت. وهقول له ايه؟ اند. يبقى بالتالي هو هيدور لي ايه؟ اهو كانسر في التايتل ابستراكت، اند لازم هنا يبقى فيه كوز كبير عشان دول كلهم اور مع بعضيهم. ونيجي نعمل سيرش كده هنكتشف ايه؟ هنكتشف ان عندي حوالي 4000 بحث، قالوا كتير جدا جدا. لو انتوا فاكرين كانوا اكتر من كده 16 ولا حاجه. هم علاقه الكركمين بالكانسر. خلاص؟ علاقه الكركمين بالكانسر. تمام؟ طيب بس الكانسر كلمه عامه قوي قوي. الكانسر كلمه عامه قوي قوي قوي. احنا عايزين، انا راجل مش ما فيش حد هيشتغل على كل انواع الكانسر يعني. خلاص؟ تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. تعالوا شفنا، انا بقول لك هنا الكركما والتيرماليك كلهم كلمات ممكن مشتقه. لو استخدمت الثلاثه فيرجن ككي ووردز مع الكانسر هيطلع الريزلت حوالي 7000. لو بدات تدخل التايتل والابستراكت ك ك ك كمكان يدور فيه لهذه الاسامي، الرقم قل من 7000 ل 5000، ده معناها ان انت بتحدد هو يدور على الكلام ده فين. لو انت بدات تدور على ريفيو او سيستماتيك ريفيو، عملت فلترنج زي ما احنا شفنا، نعلم على ريفيو سيستماتيك ريفيو، هيطلع لي حوالي 1200 نتيجه اتعمل عليهم سيستماتيك ريفيو او ريفيو بعلاقه الكركمين مع الكانسر. لو انت عملت، تعالوا بقى نعملها دي برضو كمان، يعني احنا طلع لنا لحظه طلع لنا حوالي 4000. هنعملها ايه؟ هنشوف من ال 4000 اللي طلعوا دول ايه كان عندي. ممكن اعمل فلترنج بالسنين. لو جينا في السنين هتلاقي هنا 1 year 5 year 10 year، اخر سنه، اخر 5 سنين، اخر 10 سنين في كاستم رينج. فانا هقول له عايز 20 سنه، اخر 3 سنين اللي تبدا من 2022، واقول له ابلاي. فال 4000 هيبقوا كام؟ وصلنا ل في اخر 3 سنين 12 حوالي 695. وده لو انا عايز اعرف، ابقى عارف الابديتس اللي موجوده على اي حد اشتغل على كركمين. وطبعا زي ما انتم شايفين اول بحث عندكم في العنوان اهو كلمه كركمين اند كانسر. خلاص؟ خلي بالكم احنا مش عاملين متغير ايه هنا، الكانسر. احنا بنتكلم كانسر از ا جنرال. لو رجعنا تاني للكويريز بتاعتنا هنلاقي ان بالفلترنج سيستم اللي موجود ده هنا، لو استخدمنا هنبدا، لو نبدا نحدد بقى. لو انا عايز اشوف الليفر كانسر بس، خلاص؟ ولاحظتوا الفرق هنا لو الكويري ده موجود عليه كوتيشن ولا مش موجود عليه كوتيشن. لان هنا بتظهر مشكله، لو انا حطيت ليفر كانسر من غير ما احط عليه الكوتيشن من فوق، زي ما اتفقنا هيدور على الليفر لوحده، وهيدور على كانسر لوحده، وهيدور على الاثنين مع بعض ويلاقيهم. فعشان كده الرقم هتلاقوه دراماتيكلي اتغير ريزلتس تماما بمجرد الكوتيشنز اللي محطوطه دول، لان هو ضمن ان هو بيدور على الثلاثه فيرجن من الكلمات دول بالاضافه لبس الليفر كانسر. فهنكتشف ان في 97 ارتكلز. لو خدنا هناخد نفس الكيوري ده بالظبط عشان نشوف هو طلع كام اهو. لو رحنا حطيناه ممكن اعمله كوبي وبيست عادي جدا، ودي ميزه من الميزه. نشوف كده السيرش كام الرقم اختلف. لازم اعمل كلير للفلتر. طلع كام نتيجه هنا عندي؟ 97 نتيجه بالظبط اللي موجوده عندي. يبقى ده معناها ايه؟ معناها ان في 97 بحث اتعملوا بيربطوا ما بين، وبالذات لازم يكون الليفر كانسر، لازم يكون الليفر كانسر. لو انا عايز اشوف في اخر سنه، بشوف في اخر سنه هنلاقي ان 13 نتيجه في اخر سنه. تمام؟ طيب تعالوا نشوف. نرجع تاني. نكمل. هنلاقي ان الموضوع بيوصل جميل جدا. هلاقي ان انا لو عملت فلترنج، ان انا عملت ريفيو او سيستماتيك ريفيو في اخر سنتين، في اخر سنتين بالظبط، هنلاقي ان في ثلاث ابحاث بس طلعوا. وده هنا بنبدا نوصل
ان انا فعلا لو عايز افهم عن الموضوع انا محتاج اوصل للرقم ده الاول قبل ما اقرا زياده. يبقى انا كده وصلت بالفلتر الاخراني ده. وبرده ناخد الفلتر ده نعمله بالظبط زي ما هو عشان نتاكد ان الكلام ده مظبوط. ناخد الفلتر بالظبط كده او الكويري ده هناخده بالظبط ونعمله على البابميت بالظبط ونشوف سيرش. خلاص هناخد منه ريفيو وسيستماتيك ريفيو. خلاص احسن كلير اول 21 22. احنا 97 هناخد ريفيو وسيستماتيك ريفيو. دكتور لو فصل الكونكشن هنعيد مرة تانية عشان نتيح فرصة للأسئلة في الآخر يعني. أوكي. أنا مش فاضل كتير عموما يا دكتور. كاستم رينج هناخد مثلا 20 21 20 22 ونعمل سيرش. أنا عايز الرقم 3 ده يطلع. بس في مشكلة هنا في 21 22. هو طلع لي رقم احسن. هو بيقول لي هنا انا لما عملت الفلترنج بالطريقه ديت كركمين او 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 اند ليفر كانسر في اخر سنه ما فيش غير البحث دوت. ده في اخر سنه ما فيش غير البحث دوت. اوكي فببدا اقراه وافهمه. خلي بالكم ما فيش غير البحث ده اللي هو ايه ريفيو او سيستماتيك ريفيو مش ابحاث علميه. لان انت لو شلت الفلتر وخدت بس في اخر سنه اللي هو 20 21 20 22 بس وعملت ابلاي من غير الفلتر هتكتشف ان هما في كام بحث. في 13 بحث اخر سنه شغالين على علاقه ما بين الكركمين والليفر كانسر. طيب تعالوا نشوف هنا بمنتهى البساطه. يبقى انا بدات اشوف الجابس اللي ناقصه. طب تعالوا نزود الموضوع كويس شويه. طيب يبقى اصبح ان انا عشان الاقي بحث كويس لازم يبقى عندي effective and comprehensive mix من الكنترول vocabulary اللي هم الميش تيرمز والكيورد. طب ليه بستخدم الكيوردز؟ ما واحد يقول لي انت واجع دماغك بالكيوردز ليه؟ اقول لك بمنتهى البساطه ليه؟ لان في كتير قوي من الكيوردز لسه ما اتعملهاش ميش تيرمز او لسه ما اتحطش في الداتا بيس بتاعت الميش تيرم. فمهم ان انا استخدم الكيوردز. الحاجة الثانية الأهم إن في بعض الأرتكلز الجديدة اللي بتخش على الباب ميد بيبقى فيها مصطلحات لسه ما نزلتش أصلاً في المش داتا بيز بتاعت الباب ميد. يبقى أنا لازم أستخدم كيوردز مش شرط كله يبقى مش ترم. الحاجات اللي ليها مش ترم بستخدمها والحاجات اللي ما لهاش مش ترم بستخدم لها كيورد. وزي ما قلنا إحنا إزاي نعرف الحاجات اللي ليها مش ترم او ما لهاش؟ قال لك بمنتهى البساطه حضرتك تعرف ان انت تخش على المش داتابيس. طيب تعالوا نشوف. انا عايز اعرف بقى دلوقتي حاجه من الحاجات المهمه جدا. عايز اعرف هل ناخد اي بحث من دول؟ ناخد البحث ده. انا عايز اعرف ايه هي المش ترمز المرتبطه مع البحث ده. لو نزلت تحت كده نكبر شويه. لو نزلت تحت كده هتلاقي مكتوب على اليمين هنا مش ترمز. شايفينها؟ ندوس عليها. هنكتشف ايه هنا؟ اهي المش تيرمز هو كاتبها لك كلها. يبقى اصبحت الكلمات الكنترول فوكابلري المرتبطه بهذا البحث فقط هي كل الكلام اللي قدامك ده. هتقول لي طب في حاجات معمول عليها نجمه؟ اقول لك اه. الحاجات اللي معمول عليها استريكس دول معناهم هم دول المين توبيك بتاع هذا البحث. وفعلا هنلاقيهم كوركومين اند ليفر نيو بلازمز. لان كلمه ليفر نيو بلازمز تعتبر مش تيرم للليفر كانسر. في فرق كبير جدا لما تدور بكلمه ليفر كانسر وفي فرق لما تدور بالمش تيرم اللي هو اسمه ليفر نيو بلازم. طب ايه اللي محطوط بعد الفورورد سلاش اللي موجوده ده فارماكولوجي وات ايفر او دراج ثيرابي؟ ده معناها ده السكند ايم بتاع البيبر دوت. يبقى اصبحت المش تيرم لما بتخش على البحث وتختار المش ترم اللي موجوده على اليمين هنا بتجيب لك الليسته اللي هنا دي كل الكلمات الكنترولد فوكابلري اللي مرتبطه بالبحث دوت. والاستريكس اللي موجوده دي هي دي اللي بتقول ده المين انترست بتاع هذا البحث. واللي بعد الفورورد سلاش ده السكند انترست بتاع البحث كله. كلام ظريف. يبقى قدرت اعرف او ابدات اقرب شويه من المش ترم زي ما احنا شايفين هنا.
اوكي انا بمنتهى البساطه ممكن العب لعبه جت ظريفه جدا دلوقتي. انا المشترم اللي هو الكركمين ادوس عليه، لو دوست عليه هيقول لي وفر لي السكه تماما، ادوس على الكركمين واقول له والله انا عايزك تدور لي بالمشترم علاقه الكركمين بالفارماكولوجي في الباب ميد. دخلت بقى في سكه تانية خالص، انا مهتم بالكركمين، طلع عندي هنشيل الفلتر بتاع السنين، طلع لو انا مهتم بالكركمين وعلاقتها بالفارماكولوجي خلاص. وطبعا اتغير هنا كلمه ميجر، ميجر لي ام اي جي ار لان هو جايبها من البيبر خلاص. طلع حوالي 7000 بحث تاني. بجيب الكلام ده ازاي؟ بخش على اي بحث انا عايز ادور على كلمه الميشترم بتاعه، بينزل على البحث هلاقي مش تيرمز موجوده على اليمين، ادوس عليها بيجيب لي كل الميش تيرمز اللي مرتبطه بهذا البحث فقط، بهذا البحث فقط. فهنلاقي ايه؟ هنلاقي لو كبرنا كده شويه الحاجات اللي عليها استريك، الحاجات اللي هي عليها استريك هي المين انترست بتاع هذا البحث هنا خلاص. طب فرضا انا مهتم بال الدراج كومباوندنج، اي مش ترم اخر ظهر في دماغي مره واحده، بدوس عليه تطلع لي لسته. ممكن ادور بقى في الباب ميد، ادور في المش نفسه خلاص، ازوده للسيرش عندي في الكويري. عاده انا بدور في الباب ميد ابدا اطلع اي حاجه ليها علاقه بالدراج كومباوندنج الكلام ده. وده بيوريك ازاي المش ترمز فعلا مرتبطه جدا بالبحث. لو جينا رجعنا نكمل، يبقى بالتالي عشان اقدر اوصل للنتيجه بتاعتي لازم استخدم كومباينيشن لكل الكلام اللي انا قلته اللي فات ده كله. استخدم ريليفنت كيوردز واعرف ان الكيوردز هل ليها سينونيم ولا لا، استخدم الاند والاور وساعات النوت، استخدم ترانكيشن لو الكلمه محتاجه ترانكيشن زي كلمه زي المثل اللي احنا خدناه بتاع تشايلد، حطينا له نجمه الاستريك عشان ناخد تشيلدرن وتشايلد هود وكل تيفل، لو انا محتاج اصلا هذا الكلام. استخدم الكودز، وده عاده بستخدم الكودز لو اللي انا بدور بيه كلمه من اكتر من كلمه زي الرايبوزومال اس 6 كاينيز محتاج احط كوتيشن. استخدم الفيلد تاجز، والفيلد تاجز اللي هم ايه؟ اللي هم بمنتهى البساطه ان انا اخليه يدور في التايتل والابستراكت، اخليه يدور في الحاجات دي كلها. واكيد اباف اول ان انا لازم استخدم المش تيرمز. تعالوا نزود، وده كانت اجابتنا على السؤال الاولاني. طب تعالوا بقى نعلي الموضوع شويه، وتعالوا نشوف مين في مصر شغال كركمين ليفر كانسر في مصر. لو جينا عملنا السيرش كركمين اند كانسر هيطلع لنا حوالي 6000 ونص نتيجه عموما في المطلق خلاص. طب تعالوا ندور على سيرش للكركمين لوحده يطلع حوالي 21000 نتيجه، وده الكويري اللي انا استخدمته عشان ادور على الكركمين لوحده. جميل، تعالوا ندور بقى على الليفر كانسر لوحده في الباب ميد. طبعا شايفين زي ما انتم شايفين الكويري اللي انا حطيته، حطيت بقى ليفر نيو بلازم مش تيرم، حطيت كارسينوما هيباتوسيلر كارسينوما مش تيرم، حطيت كلمه ليفر كانسر بين كوتيشن على شكل كي وورد، حطيت هيباتوما على شكل كي وورد، كلهم مفصولين بأور مش انت خلاص. طلع لي 200000 نتيجه. طب ايه رايكم بقى تعالوا ندور على ايجيبت، بس المره دي ازاي ندور على ايجيبت؟ تعالوا اقول لكم الحاجه الظريفه دي قوي خلاص. لو رحنا للادفانسد تول هنكتب ايجيبت. طب كلمه ايجيبت لو بحث طلع من مصر او حد شغال فيه في مصر تتكتب فين؟ بمنتهى البساطه هتتكتب يا اما في الافيليشن فبقول له اد، يا اما هتتكتب نكتب ايجيبت تاني، يا اما هتتكتب في التايتل او ابستراكت. في اي مكان تاني ممكن نحطه ونقول له اند، يبقى اصبح الباب ميد هيدور لي على كلمه ايجيبت، سواء افيليشن من الباحثين موجود فيها كلمه ايجيبت، او سواء الافيليشن ده موجود في التايتل او الابستراكت اللي في البحث. هل في ممكن حد ممكن يساعدني هنا؟ هل في ممكن كلمه ايجيبت تظهر في اي مكان تاني في البحث لو انا مهتم؟ سامعيني يا دكاتره؟ ايوه يا دكتور، واضح الصوت يا دكتور. تمام خلاص. تعالوا نعمل سيرش. لو عملنا السيرش بهذه الطريقه هنلاقي ان في حوالي عموما في باب ميد اللي متسجل حسب الكرايتيريا اللي انا حاططها. معلش يا دكتور، انا بس باكد ان احنا هنعيد الدخول تاني لان احنا قدامنا دقائق. ماشي اوكي، دي بالظبط. اوكي خلاص، طلع حوالي 8000 او 800. نرجع تاني للباوربوينت. يبقى دلوقتي انا عندي دلوقتي ثلاثه كويري خلاص. هو مش 8000، استحاله طبعا يكون 8000، اكيد في فلتر. اوكي
اه هناخد ايجيبت كده، اهو هناخد الكواري بالظبط اللي انا عامله. اه حوالي 100,000 موجود في الباب ميد موجودين دلوقتي. فاصبح عندي ايه دلوقتي؟ انا اصبح عندي في ثلاثه سيرش، سيرش على الكركمين، وسيرش على الليفر كانسر مطلع 21,000، وده مطلع 200,000، وده مطلع 100,000. انا محتاج اجاوب على السؤال ده، مين في دول شغال كركمين ليفر كانسر ان ايجيبت؟ طبعا لكل بالكم احنا لو قعدنا نكتب بقى الكي وورد بتاع الكركمين لوحدها ونزود عليها الكي وورد والميش تيرمز بتاعت الليفر، نزود عليها الكي وورد بتاعت الميش تيرمز بتاعت الايجيبت بتاعت ايجيبت، هيبقى عندي سطر طويل جدا 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 وممكن اتلخبط فيه. فعشان كده انا عملت ايه؟ دورنا السيرش لوحده، سيرش في الكركمين طلع لنا 21,000 نتيجه، سيرش في ليفر كانسر طلع لنا 200,000 نتيجه، سيرش فور ايجيبت طلع لنا 100,000 نتيجه. كل سيرش لوحده هنستخدم، هنعمل طريقه ظريفه جدا وحاجه من الحاجات الرائعه في الباب ميد، هنجمع الثلاثه مع بعض. لو دخلت على ادفانسد سيرش هتلاقي الهيستوري بتاع السيرش كله اللي احنا عملناه من ساعه ما بدانا المحاضره هو موجود فوق. خلاص يلا بينا. انا عايز اعمل ايه يا ربي؟ عايز اعمل ايه؟ عايز ادور على حكايه قصه الكركمين ده، فين الكركمين اللي هو ده؟ اهو مثلا الكركمين هو ده السيرش رقم 5 اهو شايفينه، كركمين مش ترم ترميريك كركما لا مش ده، احنا عايزين الكركمين لوحده. كركمين لوحده فين؟ لا نخليها ايه، كركمين لوحده عشان تعرفوا بس ايه كركمين لوحده. نروح اهو نعمل سيرش كركمين لوحده اهو، وبعدين ادي الليفر كانسر بكل بقى كلامه بكل حاجته كلها، بدل ما كله يبقى مع بعضه اعمل له سيرش تاني لوحده اهو، سيرش تاني لوحده سيرش، وبعدين التالتة بقى مصر اهي، مصر اهي هاخدها واعمل لها سيرش ايه لوحده. خلاص سيرش، فاصبح في ثلاثة سيرش اتعمل اوتوماتيك وتسيف، واروح على الادفانس سيرش اهم فينهم اهو ايجيبت اهي، اروح واقف كده على الثلاث نقط دول واروح اقول له اروح هو رقمها كام؟ 20، السيرش رقم 20، اروح كاتب في الكويري بوكس هنا ايه؟ ها 20 وفي مسافه اند. فين بقى الليفر كانسر بتاع الليفر كانسر؟ اهو ده كان الكويري اللي احنا لسه عاملينه، رقمه كام؟ 22، اروح اعمل مسافه وعلامه الهاشتاج دي واعمل رقم السيرش الكويري اللي هو 22 وبعدين اند. فين بقى بتاعت الكركمين؟ اهي اللي تحتها دي، واخده رقم كام؟ 21، مسافه هنا 21. يبقى انا كده وفرت على نفسي، بدل ما اعمل كل الثلاثه دول كانوا مع بعض في سيرش واغلط في براكت ولا اغلط في مش تيرم ولا اغلط في الكلام ده كله ولا كلام كتير، انا رحت مجمعهم كلهم بالمنظر شايفين اللي قدامكم ده عن طريق الاي دي بتاع السيرش بتاعهم ايه اند اد واعمل سيرش يطلع لي ايه. حاسه ان انا بيحصل الست ده، وتعرفيش يمكن ربنا عمل كده عشان ابقى واقفه جنب البنت بدل ما تبقى لوحدها. ماشي هنكتشف ايه؟ هنكتشف ان في 14 نتيجه ظهروا فقط. يعني ايه ال 14 دول؟ نتيجه ايه هي؟ ده كل ال 14 نتيجه لازم في انفولفمنت لايجيبت، لازم في انفولفمنت لليفر كانسر، لازم في انفولفمنت لكركمين بالكرايتيريا اللي احنا عملناها. يبقى الطريقه اللي احنا استخدمناها هنا ايه؟ ان احنا بدل ما نعقد نفسينا ونعمل كواري طويل جدا، لان انتم متخيلين عشان توصلوا للنتيجه ده انت محتاج تعمل الكواري ده كله تكتبه. وبعدين تكتب جنبيه اند وتكتب الكواري الثاني، تكتب جنبيه اند وتكتب الكواري الثالث. لا انت بتعمل كل واحد لوحده لانه ممكن يبقى عندك اكتر من بارامتر. وبعدين باستخدام الاي دي بتاع السيرش زي ما احنا شفنا، الاي دي بتاع السيرش بتكتب له مثلا عايز ادور على 23 زائد الهاشتاج بتاع 23 زائد 20 22. طب الطريقه الثانيه ايه هي؟ بمنتهى البساطه انت ممكن تعمل طريقه ثانيه، مش ده بتاع ايجيبت، تروح واقف عليه وتقول له اد كويري او كويري وات ايفر، وتقف على الثاني بتاع الليفر ده اهو الليفر، وتروح جاي قايل له ايه؟ اد ويز اند، ودي الطريقه الثانيه اهو فراح مزودها لك، وتيجي على الكركمين وتقف عليها وتقول له ايه؟ اد ويز اند برضه اهو. ده شكل الكويري وهو مجتمع كله. والمفروض نظريا لما اعمل سيرش دلوقتي يطلع نفس النتيجه 14، لان الطريقتين ما اختلفوش عن بعض. تعالوا نشوف، وفعلا طلعت 14. يبقى اصبح عندي في دول 14 بحث على الباب ميد اللي متسجلين حسب الكرايتيريا اللي انا دورت بيها، تايتل وابستراكت وكل الكلام ده وميش تيرمز اللي ليهم علاقه بربط الثلاثه بارامترز دول ببعض.
اوكي. ودي كانت دي حاجه من الحاجات الظريفه جدا اللي الباب ميد بيعملها. لو جينا كملنا اهو خلاص القصه دي بتاعتنا، انا خلصت وعملت السيرش بتاعي وزي الفل، وانا اطمنت ان في كميه ابحاث قليله جدا طلعت من مصر او تم شغلها في مصر على ليفر كانسر وعلاقته بالكركمين. بس انا بقى مش عايز كل يوم اروح ادور طب وهل في بحث جديد طلع ولا لا، وافضل اجري ورا باب ميد وباب ميد يجري ورايا عشان الابحاث دي كلها. لا، يبقى انا لازم اعمل اخش في اخر توبيك هنتكلم عليه النهارده اللي هو ان NCBI creating alerts and saving results. اول حاجه لازم تبقى لوجد ان، عشان كده كان من الاول مهم جدا ان احنا نعمل ايه اكاونت على الباب ميد. ليتس هاف ا تراي بقى دلوقتي، هنلعب لعبه ثانيه ظريفه جدا جدا جدا، وتعالوا نشوف التراي اللي احنا هنعملها دي ونشوف ونعمل بيها creating alert، ودي هتبقى كانت دي هتبقى اخر تراي عندنا النهارده. تعالوا ندور نروح advanced search، وانا راجل مهتم بالابحاث اللي بتطلع في التوب جورنال. توب جورنال يعني ايه؟ يعني نيتشر. واروح جاي مختار هنا ايه في دي اللي اسمها الفيلدز اللي احنا كنا بنقول عليها، هختار جورنال جورنال واقول له اد وسيل جورنال برضو واقول له اور، ما هو ده مش هقول اند اور، وهاخد ايه كمان ساينس خلاص واقول له اور. بس مهم زي ما قلت لكم تشيلوا الاقواس الزياده دي، اللي انت عايز كلهم يتدوروا على نفس اللي في ده او ده او ده ده او ده او ده. يبقى انا بقول للباب ميد ايه؟ اي بحث يطلع من الثلاث مجلات دول طلعه لي. ده انا مش هقول له كده بس، وابعته لي. يبقى ابعته لي بقى لو لما يطلع بعد كده، عشان ما اخش كل مره ايه ادور عليه واعمل سيرش. هنكتشف ايه؟ ان من الثلاثه دول في حوالي 300,000 بحث طالع من ده او ده او ده ده او ده او ده. خليكم فاكرين ان البحث ده اتسجل اوريدي في الليسته بتاعت التسجيلات. طب ايه رايكم بقى لو نعمل ايه؟ نعمل نحط ايجيبت اللي احنا كنا حاطينها. فاكرين ايجيبت فين؟ اللي هي دي تايتل ابستراكت. لا انا بقى ايه تايتل او ابستراكت افيليشن. واحنا لسه مدورين دلوقتي على الابحاث اللي في النيتشر والسيل والساينس. هنروح عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل كومبايند سيرش او كومبايند بلوك. هنعمل الهاشتاج بتاع ال 25، لان هو ال 25 هو الرقم بتاع الكويري دوت اللي هو مطلع 325. شايفين الرقم ظاهر اهو 325 اهو، وهزود عليه ال 25 ده ايه؟ هعمل اند بس لازم بالكابيتال، واحط عليه الكويري بتاع مصر اللي هو 20. يبقى احنا بنقول لباب ميد ايه؟ طلع لي الابحاث اللي ليها علاقه بمصر اللي منشوره في الثلاث مجلات دول. لحظة في حاجة غلط احنا كتبناها طبعا، ان احنا لازم نحط ايه هنا او نسيناها اللي هي الهاشتاج. خلاص ونقول له سيرش. هنكتشف ان في حوالي 130 بحث معمولين لهم علاقة في مصر، سواء في التايتل او الابستراكت او افيليشن، اتنشروا في سواء النيتشر. نرجع تاني للكويري اهو، لو رحت للادفانسد سيرش هتلاقي اخر كويري اللي هو رقم 27 ده، لو نفتحه هيفسر لك بقى، بيوريك هنا اخر واحد بيوريك ان هو دور في نيتشر وسيلو ساينس، ودور في ايجيبت كتايتل ابستراكت وكل الكلام ده. طيب نرجع هنا، عملنا سيرش ظريف، بس انا عايز اعرف بقى كمان اسبوع هل هيتنشر تاني ولا لا؟ كمان مش عارف ايه هيتنشر تاني ولا لا؟ فببدا اعمل ايه؟ بعمل alert. ازاي الالرت ده؟ بروح جاي واقف هنا، لو خدتوا بالكم هتلاقوا مكتوب هنا كريت alert، بدوس عليه تفتح لي لسته. اللسته ايه؟ خلاص فيها الكلام دوت، بيقول لي دي سيرش تيرمز، وهنا انا هسميها ايه مثلا؟ ايجيبت. انا اسميه براحتي لان ده هو ده توب جورنالز. يعني انا بقول لنفسي ان الالرت ده هيبقى اسمه ايه؟ الابحاث اللي اتنشرت في مصر في التوب جورنال. قال لك هل انت عايز ايميل ابديت اوف نيو سيرش يعني في المستقبل؟ اقول له يس. طب عايزها امتى؟ تجي لك. انا قلت له طبعا هدي لك على نفس الايميل اللي انت حضرتك مسجل عليه. انا عاده بخليها ويكلي، وعادة بخليها انا بخلي لكل كل الالرتس بتاعتي بتيجي يوم الجمعه خلاص فرايداي خلاص. هل طب عايزهم سامري؟ طب عايز ايه؟ لا بحطها ايتمز ايه مثلا، اتس اب تو يو، يعني تختار الرقم انت عايزه خلاص. فبالتالي انا بحدد له الاوبشن بسميها. فبالتالي ايه اللي هيحصل لما اعمل له سيف كده بقى؟
هيقول لي حضرتك احنا سيفنا الكلام ده كله، يبقى هو مستقبلا كل اسبوع كل يوم جمعه لو في بحث زاد عن ال100 اول ايميل هيجي لك بال130 بحث اللي موجودين دول. طب الاسبوع اللي بعده هيجي لك بس الزياده، طلع بحث هيجي لك، طلع بحثين هيجي لك، ما طلعش مش هيجي لك حاجه خالص. يبقى بالتالي انا مش محتاج اجري ورا باب ميد وادور طب في ابحاث ليها علاقه بمصر في المجلات اللي هم الثلاثه الكبار دول اتنشروا ولا لا، لان بيجي لي دايما ابديت على الايميل بتاعي اللي انا مسجل بيه. خلاص، وده هنا عملنا كرييتنج للايه للالرت عشان يجي لي الالرت. طبعا انت في ايدك بقى تعمل اللي انت عايزه الالرت باللي انت عايزه. خلاص اوكي، على حسب الكرايتيريا اللي موجوده في الدروب داون منيو اللي موجوده، اي الالرت ممكن تبقى عايزه وتحدده على حسب الكرايتيريا. عايز تعمل الالرت الاوثر معين بتعمله، تحط اسمه، يجي لك كل اسبوع هو نشر ايه عمل ايه، فاهمين قصدي ولا لا؟ عايز تحط افيليشن معينه، عايز تشوف جامعه معينه بتنشر معدل نشرها قد ايه وبيجي لك كل اسبوع منها قد ايه، كل ده في ايدك تعمله لو انت سيفت بنفس الطريقه، عملت سيف بنفس الطريقه بتاعت كرييتنج الالرت. من الطريقه الثانيه التولز الظريفه اللي بيعملها باب ميد، ودي يمكن اخر تول، ان حضرتك ممكن تعمل حاجه اسمها ده السيرش بتاعنا الاخراني اللي طلع 130 ريزلت، ممكن تقول له سند تو، هتعمل سند تو. سند تو بيطلع لك كذا اوبشن، انا اهم اوبشنز عندي هم الكولكشنز والسيتيشن مانجر. السيتيشن مان لما بتعمل سند تو للسيتيشن مانجر، ان بعد كده الناس اللي طبعا معظمنا اشتغل بالاند نوت او ريفرنس مانجر او وات ايفر او مندلي، فانت لما بتعمل اكسبورت للكلام ده على السيتيشن مانجر بينزلوا عندك في اللايبرري بتاعك على طول، فانت مش محتاج ان انت تخش تجيبهم تاني. لكن هو ده مش مجالنا هنا، مجالنا هنا ان انا بعمله سند، وده الاهم، ان انا بعمل سند تو للكولكشنز. لما بيقول لي تبعتهم للكولكشنز، طب هل انت عايز تعمل كرييت نيو كولكشن؟ اقول له اه حضرتك. طب هتسميها ايه؟ هسميها ايجيبت توب جورنالز. خلاص اقول له اد. ايه الجمال في كده؟ قال لي طب حضرتك حابب تعمل ايديت يور كولكشن؟ اقول له اه حضرتك عايز اعمل ايديت للكولكشن. هو خد لي ال 130 دول سيفهم عندي في البروفايل بتاعي، اقول له ايديت. الله، بصوا طلع لي بقى ادي الكولكشن بتاعتي اللي فيها ال 130 بحث. جميل قوي، في اوبشن هنا بقى ظريف جدا جدا جدا، ان هو يقول لك ايه ميك ات بابليك. فانا لو عملتها بابليك، بص البابي يعمل معايا ايه، هروح جاي اعطيني لينك، اللينك دي اروح جاي واخدها، اروح جاي فاتح الواتساب دكتور اشرف فين، واروح جاي ايه باعتها، يبقى هي راحت على طول لدكتور اشرف اللينك دي، يبقى هو بيخش يشوف الكولكشن. بعملها ازاي ديت؟ انا بعملها ازاي وليه بتبقى مفيده جدا؟ انا مهتم بطالب يشتغل عندي في نقطه معينه، فبعمل السيرش دوت كله وببعت له اللينك بتاعت ايه السيرش ده، فالطالب بيبدا دايما يخش على اللينك يشوف ابديت للحاجات للابحاث، ايه اللي زاد، ايه اللي قرا، بدل ما اروح اقول له روح دور واعمل، يدور ويعمل، لكن في الاخر انا عايز اركز له المعلومه في ابحاث انا ببقى مهتم ان هو يقراها، فممكن احطها في الكولكشن دوت، وانس ان انا عملت لها بابليك ان هو بيقدر بعد كده يخش عليها باللينك اللي انا بعتها له. نرجع تاني للبرزنتيشن. ها ها ها، ده الكلام اللي احنا قلناه، وصلنا 130 ريزلت، بنعمل كومبايننج قلنا، بعد كده بنعمل كرييتنج اليرت، والالرت زي ما قلت لكم نعمله ميك ات بابليك، ممكن ناخد اللينك بتاعه نبعته، اند يو كان شير ذا كولكشن ويز كوليجز اور ايفن اند ستودنت از ويل، كوليجز اند ستودنتس، وانس يو ميك ات بابليك، بس يو نيد تو ميك ات بابليك فيرست. في الاخر خالص انت المفروض عملت حاجات كتيره جدا، محتاج تشوف الكلام ده موجود فين. فعاده الكلام ده بيبقى موجود في الداشبورد بتاعك. نشوف، نرجع للصفحه الاصليه لحظه، اهو لو جينا وقفنا على الاكونت ودوست عليه هيطلع لي كلمه داشبورد. لو دخلنا جوه الداشبورد هنلاقي هو حضرتك ادي قدامك هنا كل السيرشز الريسنت اكتيفيتي بتاعتك اللي انت عملتها. تعالى هنا اهي، دي الكولكشن اللي احنا سيف اللي عملنا لها سيف، خلاص اللي عملنا لها سيف ومتعلم ان هي بابليك، كل الكلام ده كله بابليك. خلاص هنا اهي، ده اللي احنا السيرشز اللي عملناها كلها موجوده عندك هنا، عشان لو عايز تراجعها، عايز تعدلها، عايز تعمل ايديت، لو دخلت هنا عملت ايديت للكولكشن ده خلاص عايز ترجعه تاني برايفت. اوكي، فهو الداشبورد بيبقى بيديك ملخص على كل الهيستوري اللي انت عملته في الباب ميد.
ودي كانت آخر حاجة عندي، وحابب أشكركم جميعاً، ورب تكون كانت محاضرة مفيدة. إحنا شوفنا جزء بسيط بس يا رب يكون مفيد من الباب ميد، يعلمنا إزاي نخش جوه الباب ميد وندور على نعمل بين بوينت لنقطة، يا إما تكون جاب ونشتغل عليها، يا إما تكون أنا عايز أفهم عليها زيادة. وشكراً جزيلاً. أنا